عباد الله، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة وأعظم هذه الأمة فضلا وأعمقها علما وأصدقها إيمانا. هم مصابيح الدجى وهم أئمة الهدى السابقون إلى الفضائل والخيرات. لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. واليوم يا عباد الله نتحدث عن أفضل هؤلاء الصحابة، أعلاهم منزلة وأرفعهم درجة. نتحدث عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، صديق هذه الأمة، السابق إلى الإسلام والإيمان، أول العشرة المبشرين بالجنة وأول الخلفاء الراشدين. فنذكر بعض سيرته ونسرد بعض مواقفه ونذكر القليل القليل من حياته وتاريخه. فأنا لخطبة في دقائق معدودة أن تتحدث عن حياة هذا الرجل بكل تفاصيلها وبجميع أحداثها. أيها المؤمنون، أبو بكر الصديق رضي الله عنه اسمه عبد الله ابن عثمان، وكثيرا من الأمة لا يعرفون هذا الاسم. عبد الله ابن عثمان التيمي القرشي يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده السادس مرة بن كعب، كنيته أبو بكر مع أنه ليس له ولد اسمه بكر، لقبه بالصديق، وكذلك يلقب بالعتيق لأن الله عز وجل قاله أنت عتيق الله من النار، ويلقب كذلك بالصاحب، وهذا لقب لقبه الله عز وجل به. قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ولد أبو بكر رضي الله عنه بعد عام الفيل بسنتين وعدة أشهر، أي أنه أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعدة أشهر. كان أبيضاً حسن القامة نحيفاً، وكان في الجاهلية من وجهاء قريش ومن أشرافهم، كان تاجراً، وكان أعلم قريش بأنسابها بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان مألوفاً ومحبوباً، لم يشرب الخمر في الجاهلية ولم يسجد لصنم قط، مع أنه في ذلك الوقت لم يكن مؤمناً، لم يمنعه دين، إنما منعه عقله ألا يسجد لصنم وألا يشرب خمر. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق أول من أسلم من الرجال، لم يتردد ولم يتلعثم بل قبل بالإسلام مباشرة. فلما أسلم قام رضي الله عنه من اليوم الأول وانطلق يدعو لهذا الدين العظيم، فأسلم على يديه مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ستة من المبشرين بالجنة، وهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، ستة من سادات الدنيا وقريش، لأنهم يا عباد الله كانوا يعرفون أبا بكر ناصحاً وصادقاً. وكلما كان الإنسان يحمل الصفات الطيبة كان كلامه يكون مقبولاً ومؤثراً في مجتمعه. ذهب أبو بكر رضي الله عنه ودخل بيته ودعا أهل بيته للإسلام، فأسلم زوجته أم رومان وابنتاه أسماء وعائشة وخادمه عامر ابن فهيرة، أسلموا هكذا مباشرة لهذه الشخصية العظيمة ولتأثير هذه الشخصية العظيمة في بيت أبي بكر. بمجرد أن علمت أسرة أبو بكر أن أبا بكر أسلم، أسلموا جميعا، منتهى الثقة في الأب. فما أعظم أن يكون الأب حائزا على ثقة أسرته، يرونه قدوة ومثلا أعلى. انطلق رضي الله عنه يدعو إلى دين الله عز وجل، لا يبالي باعتراض المشركين، حتى سجل له التاريخ موقفا من أعظم المواقف، وذلك أنه رضي الله عنه وقف عند المسجد الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم جالسا، والصحابة رضي الله عنهم كل قد جلس مع قومه في ناديهم،
فقام رضي الله عنه يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسجل التاريخ أن هذا أول خطيب يدعو إلى الله عز وجل ويدعو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الكفار هذا وكانوا في تلك اللحظة في قمة العنفوان ضد الإسلام والمسلمين، منتهى الإجرام في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل مسلم، لما سمعوا كلام أبي بكر رضي الله عنه هجموا عليه رضي الله عنه فضربوه ضربا شديدا حتى سقط على الأرض. ثم جاء الفاسق عتبة بن ربيعة وقفز على بطن أبي بكر رضي الله عنه وأصبح يدوسه بقدميه، ثم وضع رجليه على وجه أبي بكر وكان قد لبس حذاءين مخصوفين، فجعل يفرها ويدوس قدميه في وجه أبي بكر رضي الله عنه حتى أصبح لا يعرف وجهه من أنفه. فلما ظل على هذه الحالة والكفار يضربونه من كل جهة، أقبل بنو تيم قبيلة أبو بكر الصديق مسلمهم وكافرهم، أقبلوا على المشركين حتى أجلوهم من أبي بكر رضي الله عنه، ثم وضعوه في الفراش ثم حملوه إلى بيته. فلما أدخلوا البيت عادوا إلى الحرم وقالوا: والله لئن مات أبا بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. فعادوا إلى أبي بكر وجلسوا يحدثونه ويكلمونه لعله يتكلم لعله يتحدث، فلم يتكلم إلا في آخر النهار. فكان أول ما قال، أول كلمة قالها: ما فعل رسول الله؟ ما حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو لم يبالي بنفسه ولم يسأل عن من ضربه، إنما همه أمر واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ما فعل رسول الله؟ قالوا: هو على أحسن حال. فقال رضي الله عنه: والله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حتى أرى النبي صلى الله عليه وسلم. فحملوه وذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فتح الباب النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أبو بكر، رأى وجهه يسيل منه الدم، ورأى أنفه، ورأى فمه، ورأى وجهه مروعاً. أقبل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه وهو يبكي، فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس ما دمت على خير، والله ليس بي بأس إلا ما نال الفاسق من وجهي. وهكذا يا عباد الله، كان أبو بكر الصديق يبذل حياته وروحه في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نشر الإسلام، فكان حقا على كل مسلم أن يسعى في نشر هذا الدين وأن ينصح وأن يوجه قدر استطاعته وبكل وسيلة ممكنة. وكذلك يا عباد الله، لم يكتفي أبو بكر رضي الله عنه بالدعوة بلسانه ولا بحاله، إنما بذل في ذلك كله ماله وحاله. ذهب رضي الله عنه وسعى في تحرير المسلمين المعذبين، فراح يشتري العبيد والإماء المؤمنين والمؤمنات. يرى بلال ابن رباح يعذب وينكل به تحت الصخرة وهو يقول: أحد أحد، فيشتريه أبو بكر رضي الله عنه ويعتقه لوجه الله عز وجل، لا يريد جزاء ولا شكورا، ما يسمع بأمة مسلمة مؤمنة معذبة إلا وذهب واشتراها وأعتقها لله عز وجل. اشترى زنيرة وأم عبيس والنهدية وابنتها والكثير الكثير مما لم ينقل لنا كتب التاريخ والسيرة، كل ذلك يا عباد الله في خدمة الإسلام والمسلمين. ولما أذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة وأن يهاجر من مكة إلى المدينة، لم يختر النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجلا واحدا وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ترك الصحابة كلهم وذهب إلى أبي بكر الصديق في بيته في ساعة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أبا بكر فيها. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب يوميا كل يوم إلى بيت أبي بكر، إن لم يكن في الصباح كان في المساء،
فذهب له في ساعة لم يكن يأتي بها بالعادة. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه قال: ما جاء رسول الله في هذه الساعة إلا لأمر حدث، أمر جلل. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا ابنتا أبو بكر عائشة وأسماء جلوس عنده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر أخرج عني من عندك. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إنما هما ابنتاي، ما الأمر؟ فداك أبي وأمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أذن لي بالهجرة وأن أهاجر من مكة إلى المدينة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله الصحبة الصحبة. قال الرسول: نعم الصحبة. فبكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه من شدة الفرح، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما كنت أظن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبي يبكي ذلك اليوم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، فلما كان في الليل واجتمع حوله الكفار أخرجه الله عز وجل من بينهم، وتوجه إلى بيت أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فدخله ثم خرجوا من خوخة من خلف بيت أبي بكر رضي الله عنه، وتوجهوا إلى جبل ثور يسيرون هذه المسافة وهذه وفي هذا في هذا الليل الشاق وهذه المسافة البعيدة في أحجار وفي ظلام وفي خوف وفي رعب من مطاردة المشركين. فلما وصلوا إلى الجبل فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حثيت قدماه لا يستطيع أن يمشي، فحمله أبو بكر رضي الله عنه على ظهره ثم انطلق به يصعد الجبل حتى وصل إلى الغارة. فلما وصل إليه قال: يا رسول الله والله لا تدخله حتى أدخله قبلك، فإن كان فيه شيء فإنه يصيبني دونك. فدخل أبو بكر رضي الله عنه ونظف القبر، ثم رأى شقوقا في داخل الغارة فشق ثوبه وأصبح يسد هذه الفتحات وهذه الشقوق، وبقي فتحتان لم يجد ما يسدهما بها. فقام رضي الله عنه فأدخل رجليه في هاتين الفتحتين ثم قال: ادخل يا رسول الله. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان متعبا تعبا شديدا، حتى أنه عليه الصلاة والسلام نام على فخذ أبي بكر الصديق. فجاءت عقرب فلدغت رجل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يتحرك مخافة أن يوقظ النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اشتد عليه الألم وزادت عليه حرارة السم حتى أصبحت دموعه تتساقط على وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما لك يا أبا بكر؟ ما الأمر؟ قال: يا رسول الله لدغت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فبصق على موضع اللدغة فبرئت كأن لم يكن به شيء. وفي هذه اللحظة يا عباد الله سمعوا أصوات المشركين وصهيل خيلهم قد أقبل عليهم، وصعد المشركون إلى الجبل ووصلوا إلى الغار. فقال أبو بكر: يا رسول الله والله لو أن أحدا منهم نظر أسفل قدميه لرآنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. وبالفعل حفظهم الله عز وجل من هؤلاء المشركين. فلما أصبحوا وبعد ثلاثة أيام ساروا وانتقلوا ومشوا وهاجروا من مكة إلى المدينة. وفي أثناء الرحلة كان أبو بكر رضي الله عنه يسير مرة أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومرة خلفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الأمر يا أبا بكر؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله إن تذكرت الرصد أن أحدا أمامنا أو كمينا أمامنا سرت أمامك، وإن تذكرت الطلب أن أحدا يسير من خلفنا ويريد اللحاق بنا سرت من خلفك. هكذا كله حماية للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة كان أبو بكر رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خدمة الإسلام وفي خدمة المسلمين.
شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، لم يترك غزوة ولا معركة إلا وشارك بها مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهد المشاهد كلها من غزوة بدر الكبرى إلى غزوة تبوك، مروراً بأحد والخندق والحديبية وغيرها من المعارك، وقاد رضي الله عنه السرايا، وكان المستشار الأول للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه مرة أشار عليه، استشارهم النبي في أسرى غزوة بدر، فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، إنما هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، وعسى الله أن يهديهم للإسلام. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته، وكان رضي الله عنه عابداً زاهداً كثير الصلاة كثير الصيام كثير العبادة، سباقاً للخيرات، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة رضي الله عنهم مرة فقال لهم: من أصبح منكم اليوم صائماً؟ فقال أبو بكر: أنا. قال: من أصبح منكم اليوم، من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكيناً؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضاً؟ قال أبو بكر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعت في امرئٍ إلا دخل الجنة. فكان سباقاً للخير، واستحق هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يا عباد الله، تسابق المسلمون على أن يجمعوا هذه الصفات الأربع في يومهم، فإذا صام أحدهم يوم النفلة فإنه يتبع جنازة ويعود مريضاً ويتصدق حتى يحصل على هذا الأجر ويحصل على وعد النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع امرئ إلا دخل الجنة. وكان أيضاً أبو بكر الصديق رضي الله عنه سباقاً في بذل ماله، بل إنه بذل كل ماله في غزوة تبوك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. وأول حج في الإسلام بعد فتح مكة كان أبو بكر رضي الله عنه هو أميراً على هذا الحج، وكان نائباً للنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. كلما غاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قدموا أبا بكر رضي الله عنه. ولما توفي النبي عليه الصلاة والسلام صدم الناس وطاشت أحلامهم وفقدوا صوابهم، ولم يصدقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. فصعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر ثم قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الصحابة رضي الله عنهم واختاروا أبو بكر الصديق حتى يكون خليفة للمسلمين وخليفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا: قد رضيناه للدين، أفلا نرضاه للدنيا؟ فقام رضي الله عنه خير قيام بهذا الأمر، وحارب المرتدين أن يرتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد الألوية وسير الجيوش 11 جيشاً سيرهم للقضاء على المرتدين، فقضوا على مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وغيرهم، وأعادوا الجزيرة كاملة إلى حظيرة الإسلام. ولما انتهت حروب الردة واستقرت الأمور في الجزيرة العربية، بدأ رضي الله عنه في تنفيذ خطة الفتوحات الإسلامية في العراق والشام، فأرسل الجيوش لفتحها، فكان النصر حليفها، فتح العراق وفتحت الشام في عهده رضي الله عنه.
وفي شهر جماد الآخرة من العام 13 من الهجرة مرض أبو بكر رضي الله عنه واشتد عليه المرض، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في أن يكون الخليفة من بعده عمر بن الخطاب، فوافقوا رضي الله عنهم فعهد إليه بالخلافة، وتوفي رضي الله عنه في يوم الاثنين وعمره 63 سنة كعمر النبي صلى الله عليه وسلم. وختاما يا عباد الله، كانت هذه بعض سيرة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل